مرحبا ويعطيكم العافية. رح نستكمل اليوم في موضوع الجيكويري. تعرفنا في الفيديوهات السابقة على الجيكويري، إيش هاي المكتبة، شفنا السنتاكس الأساسي تبعها، وحكينا هيك بشكل سريع إنه هي بتتعامل مع يعني 3 elements أساسيات. حكينا عن الـ ready function، حكينا عن الـ selectors، حكينا عن الـ actions، وقلنا انه الجي كويري لايبرري بتتعرف بالدولار ساين. لحد ما نشوف الدولار ساين بيسبق السلكتور، فبنعرف انه هذه جي كويري كود، او هذا الكود بيستخدم الجي كويري لايبرري. شفنا الريدي فانكشن، شفنا كيف كانوا بيكتبوها دوكيمنت دوت ريدي. بعد هيك في عنا يعني شورتر فانكشن اللي هي مباشرة دولار فانكشن من غير دوكيمنت دوت ريدي. وقلنا انه احنا بيكون في عنا السلكتور اللي قلنا مثلا دولار السلكتور مثلا بي دوت الاكشن، ايش هو بصير دوت كليك دوت دوت هايد دوت شو دوت الى اخره. بدنا نشوف ايش في عنا اكشنز، في عنا اكشنز مختلفه. طيب عنا اكزامبل بسيط، عنا تو باراجرافز هالو اي بزنس، وعنا 3 بوتونز، واحد بيقول لي شو، واحد بيقول لي هايد، وواحد بيقول لي توجل. تمام. طيب ايش بدنا نعمل؟ بدي اقول له والله لما اجي اضغط على كلاس هاي على بوتون هايد بدي يعمل لي هايد للكونتنت هذا. تمام. طيب نيجي نشوف. اول حاجة بدي اجي على البوتون عشان نستخدم سيلكتورز مختلفة، بدي اشوف. حكينا في الفيديو السابق عن هذه، حكينا عن الفيس، قلنا اي سيلكتور. انا بدي اجي اقول له وليكن مثلا البوتون هذا في له خلينا نقول اي دي بيساوي هايد عشان نستخدم سيلكتورز مختلفة. فايش بدي اقول له؟ لما يضغط على البوتون هايد اللي هو مين؟ البوتون الاي دي تبعه هايد. تذكر اول حاجة الدولار ساين قبل السيلكتور، بعد هيك هقول له الهايد، صح؟ هيك حيصل للسيلكتور اللي هو الاي دي هايد. مين الاي دي هايد؟ اللي هو البوتون. هقول له دوت كليك فانكشن، ايش اعمل لي؟ ايش لما يعمل لي كليك على بوتن الهايد؟ اقول له والله الباراجرافز هدول اعمل لي لهم هايد. فايش هقول له؟ دايما يا جماعه راح لاحظوا انه الكود يكون مرتب. شايفين كيف انا عملت مباشره تاب، انه هاي الفانكشن جوا هاي الفانكشن جوا هاي الفانكشن، الكود تبع الفانكشن. هقول له البي سيلكتور ماركابس البي دوت هايد. لما انا اضغط على البوتون هذا، ممكن حد يقول لي عشان اسمه هايد، طب بدي اسميه مثلا هايد بوتون زي كده عشان ما حدش يقول نفس الاسم. هاي هايد بوتون، ونيجي نعمل هايد. ايش صار؟ هايد انخفوا الباراجرافز. لو عملت شو مش حيرجعوا يظهروا لانه انا مش عامله فانكشن للشو. بس احنا شفنا هنا كيف هاي السلكتور دوت الكليك الاكشن كليك شمل اللي عمل لي للبي هايد. طيب بنفع اقول له بس اول باراجراف اعملها هايد؟ شايفين هذا السلكتور اللي هو البي فيرست، بي نقطتين فوق بعض فيرست دوت هايد، هاي هايد. بس اخفى اول باراجراف. طيب احنا هيك ما تعاملناش مع كلاسز، يعني ممكن اقول لكم انا من غير استخدام الكلاس ولا الاي دي اخفي اول باراجراف. طيب لو انا قلت له هذه الكلاس تبعها اتش مثلا، بس كده تعبيري، بنفع اقول له الباراجراف اللي كلاسها اتش؟ يعني انا قلت له بي دوت اتش هاي هايد. طيب لو هذه الكلاس تبعها هذا الكلاس اتش هنا، لو هذا الكلاس اتش هنا، واجي اقول له خليها نفس الاشي، واجي اقول له هاي ريفريش واقول له ايش؟ هايد. اخفى مين؟ الثانيه. يبقى احنا تعلمنا امبارح في الفيديو السابق، شفنا امبارح اللي هي الاول كل حاجه. يعني لو انا عندي هنا سبان بدي اقول له تيست سبان،
اوكي، واجيت قلت له في الهايد اخفي لي البي، حيخفي لي الباراجراف الاولى والثانيه، حيخلي لي التست سبان. لكن لو انا قلت له اول، حيخفي كل التاجز، هاي هايد كل التاجز حتى البوتونز، حتى البوتونز. يبقى شفنا الاول سيلكتور، شفنا كمان في الفيديو السابق الذس سيلكتور. يعني لو انا قلت له دولار ذس، ذس يا جماعه من غير دبل كوتيشن، حيخفي مين؟ حيخفي البوتون انا عملت عليه كليك، هاي هايد. مين حيخفي؟ في البوتون انا عملت عليه كليك، ذس اللي هي الحاجه انا عملت عليها الاكشن. طيب وشفنا كيف انا اعمل اللي هي السيلكتور دوت الكلاس، بيجيب لي سواء باراجراف ديف وات ايفر، بيجيب لي السيلكتور اللي بالكلاس كذا، بقول له بي دوت كذا، ديف دوت كذا الى اخره. وشفنا كيف انا اجيب جاست ذا فيرست اليمنت في ال سوري الفيرست اليمنت في ال في سيلكتورز معين، سيلكتور معين. طيب شوفوا هاي، شوفوا هاي دولار بوتون سيلكتس اول بوتون اليمنتس اند انبوت اليمنتس وذ تايب بوتون او بوتون اوف تايب بوتون. يعني لما اقول له هذه الحركه، هذه نقطتين فوق بعض بوتون، نقطتين فوق بعض بوتون، يعني كل البوتونز، كل البوتونز. نيجي كده نتاكد، نعمل هايد. عمل لي هايد لمين؟ عمل لي هايد للبوتونز. احنا بس نشوف اشكال مختلفه للسيلكتورز. طيب هذا مش مسيف، اوكي عشان ايدي مخدع كنترول اس. احنا هيك عملنا، احنا هيك عملنا هايد. طيب نيجي نعمل شو، بدي اجيب الاي دي هنا واقول له شو بوتون، شو بوتون، واقول له خلينا نعمل بس هاي، بدي اقول له البي دوت هايد. طيب اعمل ريدي فانكشن جديده، لا هاي هنا بدي اقول له جوا الريدي فانكشن، هاي عندنا هايد فانكشن، خلصت الفانكشن، هاي ايش؟ اند الهايد فانكشن. حاجه هاي شو فانكشن، جوا الريدي فانكشن، هذه هي الريدي فانكشن. حاجه جوا، حاجه بعد الهايد فانكشن، جوا الريدي فانكشن برضو هقول له دولار شو بوتون دوت كليك فانكشن. طبعا ممكن ننسخ الفوق ونعدل عليها اسرع، بس انا عشان السنتاكس تاخد ايدكم عليه، واقول له دولار بي دوت شو، واجي اعمل ريفرش، هاي هايد، عمل هايد للباراجرافز اللي هي الهالو والاي بزنس، اعمل شو ظهرهم، هاي هايد هاي شو. خلال هذا الكلام بنعمله احنا لحالنا في الجافا سكريبت، حنحتاج نعمل نقول له اخفي هاي واظهر هاي واخفي هاي والى اخره، هنا مباشره بفانكشن سريعه بنقدر نعملهم. تمام. طيب بنفع نستخدم بدل الاي دي نستخدم كلاس، يعني اقول له هذا الكلاس، هذا بنسميه كلاس تي جي بوتون، يعني مش بديش استخدم اي دي كنوع من التغيير، عشان ما تقولش بس اي دي. بنفع. طيب هات نعمل التوجل، وهي بدي انسخ هذه واقول له دوت تي جي بوتون دوت توجل فانكشن اسمها التوجل. طيب نيجي نشوف هلا لو انا ضغطت شو، سوري ضغطت هايد، لازم ارجع اضغط على شو، يعني لازم يكون عندي هايد وشو. طيب توجل، توجل يا جماعه اذا هو لحاله بفحص، اذا هي هايد بيعملها شو، واذا هي شو بيعملها هايد. يعني انا بقدر استغني عن التو بوتونز هدول شو وهايد، واخلي بوتون واحد هاي هو بيعمل شو وهايد مع بعض. يعني اذا شو لحاله بفحص، اذا لقاها ظاهره بيخفيها، واذا لقاها مخفيه بيظهرها. هذا بالنسبه للتوجل، حتمر علينا كثير كلمه توجل، دائما نتذكر ان هي بتعمل تو ميثودز، بتفحص اذا ترو بتعملها فولس، واذا فولس بتعملها ترو. هذا بالنسبه للي هي الجزء الاول من الجي كويري افكتس،
اللي هي الشو هايد وتوجل ميثودز. يعني بتمنى تكون واضحة، وإن شاء الله في الفيديو القادم راح نحكي عن مجموعة ثانية من الجيكوير إفكتس، وهي الفيدينج، فيد إن فيد أوت، وفيد توجل فيد تو. يعطيكم العافية.